طبعا البدايه احنا سعيدين بالمشاركه في منتدى السياحه الاول من تنظيم جامعه الشارقه في خرفكان. طبعا الهدف كان من المشاركه اللي هو عرض تجربه هيئه الشارقه للاستثمار وتطوير الشروق في السياحه البيئيه والسياحه التراثيه وكذلك في السياحه الاثريه. طبعا دوله الامارات الحمد لله تسخر بالمقومات السياحيه الكبيره، وخاصه اماره الشارقه يعني بعدد كبير المحميات الطبيعيه وكذلك ايضا بالاماكن اللي هي يعني معدل السياحه والموقع الجغرافي لاماره الشارقه. فاليوم نحن نتكلم عن اماره الشارقه، تكلمنا عن السياحه التراثيه وتجربتنا في قلب الشارقه اللي هي بعض المشاريع مثل فندق ذا تشادي فندق البيت، كذلك في احياء بعض الاسواق، فكانت تجربه جدا مميزه. بعد ذلك انتقلنا للمنطقه الوسطى، طبعا المنطقه الوسطى تسخر بالاثار الكبيره في منطقه مليحه اللي ترجع لحوالي 125 الف سنه، فتكلمنا عن تجربتنا ايضا هناك مع هيئه الاثار وكيف تم دراسه المنطقه وكيف تم بناء المشروع السياحي وشو هي كانت آلية جذب السياحة في المنطقة. بعد ذلك انتقلنا للمنطقة الشرقية طبعا اللي تسخر اليوم بالكثير من المشاريع سواء كان مدينة خرفكان أو مدينة كلبة، وتطرقنا بالأخص لمدينة كلبة والتجربة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في أيضا إبراز الجانب البيئي للمدينة عن طريق بناء بعض المشاريع السياحية ومنها نزل الرفراف اللي يتكون حوالي من 20 غرفة مشروع بيئي، وكذلك راح يكون في الكثير من المشاريع المستقبلية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة. وكان أيضا في دور مهم جدا للحضور أنه اليوم نستمع للآراء والأفكار اللي ممكن إحنا نستفيد منها إن شاء الله في مشاريع المستقبلية.